اتفاق بين جيش الإسلام والأمم المتحدة يقضي بإخراج عناصر تحرير الشام من الغوطة الشرقية إلى أدلب مقابل إيقاف القصف. تسجيل مصور يظهر نقل النظام للعديد من قتلاه في غوطة دمشق الشرقية إلى قراهم في ريف اللاذقية. الجيش الحر بدعم من القوات التركية يسيطر على قرى عديدة ضمن عملية غصن الزيتون ويقترب من مداخل مدينة عفرين. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. أعلن جيش الإسلام عن عقد اتفاقية مع الأمم المتحدة تقضي بإخراج عناصر هيئة تحرير الشام من الغوطة إلى أدلب، فيما قالت قاعدة حميميم العسكرية إن خروج المقاتلين لم يعد كافيا لحل ما وصفته بالنزاع الدائر. يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه مساعدات أممية لمدينة دوما في ظل قصف مستمر على عموم أرجاء الغوطة الشرقية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. اتفاقية من نوع جديد تطلقها فصائل الغوطة الشرقية في ظل ما تعانيه من الحصار والمجازر بذرائع يطلقها النظام وروسيا ويتماشى معها المجتمع الدولي، أبرزها وجود عناصر لجبهة النصرة فيها. جيش الإسلام أفصح عن اتفاقية مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة تقضي بإخراج عناصر هيئة تحرير الشام الموجودين في سجون جيش الإسلام إلى أدلب شرط إيقاف القصف على الغوطة، وفق مدير المكتب السياسي لجيش الإسلام محمد علوش. وتعليقا على الاتفاقية المقترحة من جيش الإسلام، قالت قاعدة حميميم العسكرية إن خروج المقاتلين ليس بالأمر الكافي لحل ما وصفته بالنزاع الدائر في المنطقة، وخاصة بعد انقضاء عدة فرص سابقة دون تفاعل، في إشارة منها لاقتراح جيش الإسلام وهو ما تستخدمه ذريعة لاستمرار القصف على الغوطة الشرقية. أما رواية تلفزيون النظام فتختلف عن قاعدة حميميم، إذ قالت إن عددا من مقاتلي الغوطة مع عائلاتهم وصلوا إلى مخيم الوافدين للخروج باتجاه إدلب. ورغم قصف النظام وروسيا المتواصل على الغوطة، أعلنت الأمم المتحدة استكمال إدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة دوما التي بدأت بها الاثنين الماضي، رغم الخطر المحيط بالغوطة نتيجة القصف المستمر والتي من المفترض أن توزع على 27,500 شخص هناك. ومع وصول المساعدات الإنسانية لمدينة دوما وحصار المدنيين داخل أخبية تحت الأرض غير مهيئة لتكون أصلا كملاجئ، يقف المدنيون بين خطر البقاء في الأقبية وخطر الخروج للحصول على الإمدادات التي لا تكفي إلا ليوم واحد وفق تصريح المجلس المحلي لمدينة دوما. المساعدات والقرارات الأممية لم تمنع الغوطة الشرقية من أن تشهد قصفا مستمرا بجميع الأسلحة منها الفوسفور والعنقود والنابالم والكلور، قصف وحشي خلف أكثر من 800 شهيد و2850 جريحا في الغوطة بين 19 من شباط والسابع من أذار وفق الدفاع المدني، وهو ما تؤكده فيديوهات هذا الصبي الصغير. ونطالب بوقف هذه الحملة من قبل نظام الأسد وروسيا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الغوطة الشرقية الناشط الإعلامي حازم الشامي. أهلا بك حازم، يعني آخر التطورات العسكرية على جبهات الغوطة الشرقية ما هي؟ نعم مساء الخير. حقيقة كما ذكرتم يعني التقرير يتحدث حقيقة عما يحدث في الغوطة الشرقية، وربما نتحدث عن جبهات الغوطة اليوم. قوات النظام تتبع سياسة التقسيم في الغوطة الشرقية، تحاول التقدم ببلدة مسرابة باتجاه مديرة، أيضا من بساتين حرستا باتجاه منطقة مديرة لتكون بتلك العملية. قد فصلت الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أقسام. طبعا يعني هذه السياسة اتبعتها سابقا في دارية اتبعت في أحياء دمشق الشرقية وايضا في منطقه خان الشيح وايضا الدرخبيه في الغوطه الغربيه. حقيقه سياسه التقسيم هي تكون لتهدئه القصف على منطقه والبدء بمنطقه، ومن ثم يعني عندما يتم اخضاع منطقه من المناطق يتم الاتجاه الى المنطقه الاخرى للتصعيد عليها عسكريا.
يعني هذه السياسات التي تتبع حقيقة في الغوطة الشرقية، أما عن المناطق التي سوف تشملها التقسيم أو يشملها التقسيم فهي مدينة دوما تحت سيطرة جيش الإسلام، مدينة حرسة تحت سيطرة حركة أحرار الشام، والقطاع الأوسط في الغوطة الشرقية تحت سيطرة فيلق الرحمن. بالمقابل اليوم المعارك محتدمة في الجبهات الشرقية، الجبهات الشرقية التي تشهدها الغوطة الشرقية تشهد معارك ربما نتحدث بأنها حملة اجتياح كبيرة من قبل القوات السورية مدعومة بقوات إيرانية لبنانية، هذه القوات تحاول حقيقة الالتقاء مع عناصرهم في الجبهات الغربية. طيب حازم، ماذا عن الواقع الإنساني في الغوطة بعد 20 يوم من العمليات العسكرية فيها؟ طبعا لو نتحدث عن نقطة قبل الدخول بالوضع الإنساني بشكل دقيق، أتحدث عن المساعدات الإغاثية التي دخلت من الأمم المتحدة، مواد منتهية الصلاحية فاسدة. بعد أن خرجت الأمم المتحدة من الغوطة الشرقية عندما كان المجلس المحلي يقوم بفتح الأكياس لتقسيم الوجبات، تم التأكد بأن جميع المواد فاسدة منتهية الصلاحية حقيقة، يعني 13 قافلة دخلت منتهية الصلاحية. لماذا دخلت الأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية إذا هي كانت تعلم بأن المواد منتهية الصلاحية وفاسدة؟ اليوم حقيقة ربما الأمم المتحدة تحاول الدخول للغوطة الشرقية بأي طريقة فقط، يعني لكي يقوموا بإثبات العالم بأنهم لم يتحركوا لوقف الأعمال القتالية في الغوطة، وأيضا كان مساعدات الغوطة الشرقية للمدنيين المحاصرين. بالمقابل اليوم حقيقة الأمم المتحدة تتحدث عن إدخال لباقي مدن وبلدات الغوطة الشرقية مساعدات إغاثية، لكن لا يوجد وقت دقيق للحديث لوقت دقيق لدخول اللجنة. طبعا لو تحدثنا عن الوضع الإنساني المزري حقيقة، وضع كارثي بكل معنى. ربما تسمعون أصوات الاشتباكات في هذه اللحظات في الغوطة الشرقية. طبعا يعني اليوم الوضع الإنساني مزري وسيء للغاية في الغوطة. المدنيين الآن يناشدون منظمة حقوق الإنسان، اللجان الدولية، مجلس الأمن على الأقل بتحريك أي ساكن لوقف الأعمال القتالية، حتى يعني دخول المساعدات الإغاثية للمدنيين. يوجد عوائل منذ أيام لم يتناولوا وجبة واحدة. حقيقة اليوم الرسالة الوحيدة من هذه الغوطة الشرقية إلى الفصائل العسكرية المتواجدة في المحافظات السورية الأخرى، إذا سقطت الغوطة الشرقية تحت أيدي قوات النظام وهذا لن يحصل إن شاء الله، سوف يكون أو تكون الثورة السورية ربما نقول بأنها فشلت وانتهت برعاية الفصائل العسكرية في المحافظات السورية الأخرى. نعم حازم، بشكل سريع، هل بالفعل خرجت مجموعة من المقاتلين من داخل الغوطة نحو الشمال السوري كما زعم تلفزيون النظام بذلك؟ طبعا بالفعل يعني خرج 13 عنصرا من عناصر هيئة تحرير الشام بموجب اتفاق بين جيش الإسلام وقوات النظام. طبعا يعني الاتفاق ينص على إخراج عناصر هيئة تحرير الشام الشام من مناطق من مدينة دوما أو من مناطق الغوطة الشرقية حقيقة. يعني بالمقابل يعني العناصر لدى سجون جيش الإسلام سوف يتم إخلاء سبيلهم بشكل كامل وتجهيزهم لإخراجهم عبر دفعات قادمة سوف تكون خلال الأيام القادمة نحو الشمال السوري. الثلاثة أو العناصر الذين سوف يخرجون إلى الغوطة الشرقية سوف يخرجون دون عوائل حسب ما أفادت مصادر من اللجنة المفاوضة مع النظام السوري. بالمقابل يعني اليوم عدد عناصر هيئة تحرير الشام يتجاوز 300 شخص عنصر منطوون تحت اسم هيئة تحرير الشام. بالمقابل هذه العناصر حقيقة نعم ليسوا العناصر جميعهم نعم بين أو عناصر أشكرك خارج السجون، بل العناصر جزيل جميعهم بين الشكر أيضا الناشط الإعلامي حازم الشامي، كنت معي من الغوطة الشرقية. نعت صفحات موالية مقتل ضابطين في قوات النظام على يد الفصائل الثورية خلال المعارك الجارية في الغوطة الشرقية. وذكرت الصفحات أن العميد سالم محسن يونس والعقيد شادي علوش قتلا نتيجة الاشتباكات في منطقة الغوطة بريف دمشق، مشيرة إلى أن العقيد علوش ينحدر من منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس، وكان يشغل قائد كتيبة الاقتحام 358 التابعة للحرس الجمهوري.
وكانت صفحة شبكة أخبار حمص الموالية نعت أمس 122 عنصرا من قوات النظام، بينهم 15 ضابطا منذ بدء العمليات العسكرية في الغوطة قبل 20 يوما. وجه القائد العام لفيلق الرحمن النقيب عبد الناصر شمير رسالة إلى أهالي الغوطة الشرقية متوعدا قوات النظام وحلفائه بمقاومة شرسة. وقال النقيب شمير في تسجيل مصور بعد أن نعى رئيس أركان الفيلق الملقب أبو علي ضياء الشاغوري الذي قضى خلال المعارك مع قوات النظام على جبهات الغوطة، قال إن الغوطة الشرقية تمر بأصعب المراحل وأقساها بعد تكالب قوى العالم ضدها بهدف استئصال أهالي الغوطة من أرضهم. يا أهلي في الغوطة الشرقية، أرسل لكم هذه الرسالة اليوم في أصعب مرحلة من عمر الثورة وعمر الغوطة الشرقية، حيث يتكالب علينا أعداؤنا من الروس والإيرانيين وبقايا النظام لاستئصالنا من أرضنا والقضاء على ثورتنا وعلى كل حلم حر في هذا العالم. يا أهلنا في الغوطة الشرقية، إنكم اليوم لا تدافعون فقط عن الغوطة وعن أهلها، إنكم اليوم تدافعون عن حق كل لاجئ هجر من أرضه، وعن حق كل دم أريق في هذه الأرض، وعن حق كل مظلوم وجد على هذه الأرض. وأنني أعد هذا النظام بالمقاومة والصمود بل والنصر بإذن الله تعالى، مستعينا بالله عز وجل عليه وعلى كل من تحالف معه. قالت وكالة سمارت عن مصادر محلية إمهال قوات النظام للفصائل الموجودة في حي القدم 48 ساعة للخروج من الحي. وأشارت المصادر أن المهلة تخص مقاتلي أجناد الشام ولواء مجاهدي الشام وعناصر هيئة تحرير الشام، منوهين إلى أن النظام خيرهم بين الحرب أو الخروج. وأضافت المصادر أن خروج مقاتلي فصائل حي القدم في حال تم سيكون باتجاه محافظة إدلب. بثت صفحات موالية للنظام تسجيلا مصورا يظهر رتلا من السيارات تقل عددا من قتلى صف ضباط في قوات النمر التابعة لقوات النظام لقوا مصرعهم على جبهات الغوطة الشرقية. ويوثق الفيديو مقتل عددا من الملازمين المنخرطين في قوات سهيل الحسن وجلهم من قرى البهلولية وجرماتة والبودي ونينا في ريف اللاذقية. وبحسب ما يظهر في التسجيل وفق توثيق المصور فإن الرتلة توجه إلى قرى اللاذقية أول أمس الخميس، فيما كشفت الصفحات الموالية عن مقتل المزيد من عناصر النظام على جبهات الغوطة الشرقية بينهم ضباط برتبة نقيب وآخر روسي وأكثر من 120 عنصرا آخرين قضوا خلال الحملة العسكرية الأخيرة. ونصرة للغوطة الشرقية واحتجاجا على هيئة تحرير الشام في إدلب، خرجت مظاهرة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، رفع المتظاهرون فيها أعلام الثورة ولافتات تعبر عن مطالبهم. نتابع. منذ خرجنا في الثورة كان سلاحنا الوحيد هو المظاهرات التي تقسم ظهر النظام، ولا نزال قائمين على المظاهرات، إما أن نستشهد في سبيل الله وأما أن نسقط هذا المجرم الشبيح الذي أتى بكل مجرمين العالم علينا وعلى أخوتنا في الغوطة. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إيمان محمد كاتبة وناشطة تربوية ألفت كتابا خلال الحصار في حمص واستأنفت نشاطها بعد تهجيرها إلى الباب شرق حلب.
نحن اليوم منطالب هيئة الأمم المتحدة بتنفيذ القرار 2401. فأتى القرار في صيغته الأولى من أجل حماية هؤلاء الإرهابيين، أعطيت الأوامر للإرهابيين باستمرار قصف مدينة دمشق. مدينة دمشق فيها أخواننا وفيها أبنائنا، والطائرة التي قصفت منطقة ركن الدين معروفة ومسجلة لديكم يا هيئة الأمم المتحدة. نحن ضد أي حدا يقصف قذيفة واحدة على مدني، إن كان علوي أو سني أو كردي. طالما أن هناك أشخاص ونعتقد بأنهم الأغلبية في الغوطة الشرقية الذين يريدون أن يخرجوا من تحت كنف الإرهابيين إلى حضن الدولة، رافضين أي وسيلة تهجير، سياسة تهجير عنا ما لها أي وجود نهائيا. سيناريو حلب لن يتكرر في الغوطة الشرقية. الحالة الإنسانية التي نرحب بكم من جديد. سيطر جيش سوري الحر بدعم من القوات التركية على قرى عديدة في منطقة عفرين بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية ضمن عملية غصن الزيتون، وشمل التقدم الجديد للجيشين الحر والتركي السيطرة على قرية الخليدية في محور ميرامين وقرى قرة تبة وقرت وقولاق وكفرم ومعسكر قبار في محور شران وقريتي هوران والطفلة في محور بلبل شمال عفرين، إضافة لقرى قريبة وزلقة وكعنكورك وكفر زيتا ومعسكرها في محور جنديرس جنوب غرب عفرين. يأتي ذلك في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن مدينة عفرين أصبحت محاصرة ويمكن دخول إليها في أي لحظة. المزيد في سياق هذا التقرير. بوتيرة متسارعة تتقدم فصائل الجيش السوري الحر في محيط مدينة عفرين في إطار عملية غصن الزيتون، فبعد السيطرة على النواحي الخمسة في محيط المدينة أصبح المقاتلون على بعد خطوات قليلة من طرق أبواب مدينة عفرين. جنديرس وراجو وبلبل وشران والشيخ حديد هي النواحي التي أكملت فصائل الجيش الحر السيطرة عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى إعلان غرفة عمليات غصن الزيتون صباح الجمعة السيطرة على 4 نقاط جديدة في محور شنغال غرب مدينة عفرين. مصادر عسكرية أكدت أن الجيشين التركي والحر شنوا هجوما على مواقع الوحدات الكردية غرب عفرين، استطاعا خلاله السيطرة على جبل كشكدار وقرى هايملي وصويراني، إضافة إلى نقطتين تقعا على المحور الشمالي لمدينة عفرين. سيطرة جاءت عقب مواجهات مع الوحدات الكردية وبدعم من سلاحي المدفعية والطيران التابعان للقوات التركية. ومع دخول المعركة مرحلة جديدة لم يسبق لفصائل العملية أن سيطرت على هذه المساحات في أيام قليلة، تصاعد وتيرة المواجهات رافقه استخدام تعزيزات عسكرية من قبل الوحدات الكردية، كذلك استخدمت تركيا تعزيزات إضافية لدعم محاور الاشتباكات، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مدينة عفرين باتت محاصرة ويمكن الدخول إليها في أي لحظة، وأشار في كلمة له الجمعة بأن القوات اليوم في عفرين وغدا ستتوجه إلى منبج لإنهاء وجود قوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات وصولا إلى الحدود السورية العراقية. وللوقوف على آخر تطورات المعارك ينضم إلينا النقيب أنس حجي يحيى القيادي في الفرقة 9 من محيط عفرين. أهلا بك سيادة النقيب، يعني ما هي أهمية القرى التي سيطر عليها الجيش الحر في محيط منطقة عفرين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الجيش الحر اليوم على أبواب عفرين من محور مريمين وقد شكل هلالا على مشارفها يمثل نسبة 20% من مجموع محيط عفرين. الجيش الحر الآن يبتعد من محور جنديرس حوالي 14 كيلومتر من قرية تلحمو تحديدا. من ناحية الأهمية العسكرية الآن باتت قوات قسد مشلولة وعاجزة عجزا تاما عن أي تحرك، لأنني لو وضعت نفسي في مكانهم فأنا غير قادر إلا على سحب قواتي ومركزتها في عفرين، طبعا نظرا لأهمية عفرين عند قسد الانفصالية. أما الأهمية العسكرية الثانية وهي الضرب في الخاصرة الذي بدأ من محور شران والتقدم تباعا إلى
قرية مريمين، وبالمقابل باتجاه جنديرس عفرين أصبحت المسافة الفاصلة الآن بين المحورين من تلحمو تحديدا في محور جنديرس وحتى خالدية في محور مريمين حوالي 13 كيلومتر، وهذا إن تم إطباقه سوف يتم تحطيم قسد وفصها إلى قطاعين، وهذا أيضا سيجعلهم متكين بعيدين عن قيادة مركزية واحدة، وبالتالي إن شاء الله النصر أصبح قريبا جدا. طيب إلى أين تتجه عملية غسل الزيتون بعد اقترابها من مركز مدينة عفرين؟ بالتأكيد هناك الكثير من التكهنات والكثير من الاتجاهات التي يمكن السير عليها. توقع شخصيا هجوم من محور تلحمه باتجاه عفرين وجعل المسافة مقتصرة على 2 أو 3 كيلومتر على مشارف عفرين، وهذا سيجعل عفرين محاصرة أيضا من محورين. أيضا النقطة التالية تقدم على القرى في العمق الحدودي مع تركيا والتي من خلالها يتم رصد الطريق بين عزاز وشيخ الحديد. أيضا هناك توقع آخر هو هناك محور مهم يمكن لقواتنا العمل عليه وهو جليل وإبين طبعا تبعا وترك ممر لهم ممثلا بقرية الزيارة، وبهذا يصبح لدينا رقعة جغرافية ممتدة من قرية شعالة وحتى مرعناز إلى دير جميل وكفر بابا سوف تكون شبه ساقطة نيرانيا. طيب لأنها قرى لأنها قرى ذات غالبية عربية ولن يطول أمد مقاومة قصد الانفصالية بها كما نواحي وقرى عفرين. نعم النقيب أنس حجي يحيى قيادي بالفرقة التاسعة قوات خاصة كنت معي من محيط عفرين، أشكرك جزيل الشكر. أفادت تقارير إعلامية أن قوات النظام في مدينة الميادين بريفي دير الزور تعرضت لضربة جوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وذكر موقع فرات بوست أن قرابة 30 عنصرا من قوات النظام بينهم ضباط قتلوا نتيجة غارة جوية مجهولة. رجح الموقع أنها تمت بالخطأ واستهدفت إحدى المقرات في حي الصناعة بمدينة الميادين. كذلك أكد الموقع أن مدنيا استشهد جراء تعرضه لانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة في حي المعدان داخل بلدة جرانيج في ريف دير الزور الشرقي، إضافة لإصابة طفلين بجروح في الانفجار ذاته. كشفت مصادر أمنية عن عقد اجتماع في مدينة الطبقة ضم عناصر من جهاز الاستخبارات التابعة لقوات النظام مع عناصر من بيده، وأشارت المصادر إلى أن 6 سيارات أمنية تقل وفد النظام دخلت إلى مدينة الطبقة أمس الجمعة برفقة قوات تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بعد نحو ساعتين على انطلاق قافلة عسكرية وإغاثية من المدينة باتجاه منطقة عفرين عبر طريق الرقة حلب. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحققت من تنفيذ 67 هجوما على المنشآت الطبية في سوريا خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، ووصف المتحدث باسم المنظمة بأن الهجمات على المنشآت الصحية والعاملين بها غير مقبولة كونها تعادل نصف الهجمات المسجلة خلال العام الفائت بأكمله. كما أوضح المتحدث أن 39 هجوما على منشآت طبية وسيارات إسعافية ومستودعات وثقت في شباط الماضي، 28 منها في الغوطة الشرقية و10 في إدلب وهجوم واحد في حمص. هذا ولم تذكر المنظمة جهة مسؤولة عن استهداف المنشآت الطبية مع خروج المراكز الطبية الرئيسية عن الخدمة بسبب غارات نظام الأسد وروسيا. قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن السوريين يعيشون حاليا ظروفهم الأسوأ منذ 7 أعوام، وأوضح غراندي أن 69% من السوريين في الداخل يعيشون في فقر مدقع، وأن العائلات التي تنفق أكثر من نصف مدخولها على الطعام وصلت إلى 90%، في حين أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بثمانية أضعاف مقارنة بمستواها قبل عام 2011 بحسب موقع الأمم المتحدة. ولفت غراندي أن غالبية اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 3/4 في الأردن ولبنان لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية في مجال الطعام والمأوى والصحة والتعليم.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع 69 مجزرة خلال شهر شباط من العام 2018. وأشارت الشبكة في تقرير جديد لها أن 46 مجزرة وقعت في الغوطة الشرقية لدمشق على يد قوات النظام وروسيا جراء الحملة العسكرية التي تشهدها الغوطة، فيما وقعت 22 مجزرة في محافظة إدلب و12 مجزرة في دير الزور، وتوزعت باقي المجازر على ريفي حما وحلب. أعلنت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري تكليف عبد الرحمن مصطفى نائب الرئيس بتسيير أعمال الرئاسة حتى الاستحقاق الانتخابي القادم بناء على النظام الأساسي المتعلق بشغور منصب رئيس الائتلاف. وكان رئيس الائتلاف السابق رياض سيف تقدم باستقالته مؤخرا بعد تدهور وضعه الصحي. وعقب الاستقالة تقدم الائتلاف بالشكر لسيف وجهوده في إصلاح الائتلاف، ودعا إلى التماسك والنهوض بالمهام الحيوية لخدمة الشعب والثورة في ظل المخاطر والتحديات. لم يمنعها الحصار والتهجير عن إتمام رسالتها التي آمنت بها، فألفت خلال الحصار في حي الوعر بحمص رواية وثلاثة كتب، واستأنفت نشاطها في الكتابة ونشر الثقافة بعد أن هجرت إلى مدينة الباب بريف حلب. الكاتبة إيمان محمد نموذجا للمرأة الواعية المؤمنة بقضية نبيلة والساعية لنهضة المجتمع، المزيد عنها في هذا التقرير. جعلت من الكتابة وسيلة لإيصال صوت الثورة إلى العالم وأداة لتأريخ أحداثها، محاولة بث الوعي والتفاؤل في محيطها. إيمان محمد كاتبة وناشطة من مدينة حمص، إيمانها بضرورة الوعي والثقافة في التغيير، ولدى لديها فكرة إنشاء مؤسسة ثقافية للنهوض بالمجتمع. مؤسسة قيم الثقافية تأسست سنة 2013 بالوعر، كان أهم شيء اعتمدنا عليه بتأسيسه هو المكتب العامي اللي كان من أهم أهدافه تثقيف الناس في كل المجالات، وكانت موجهة لكل الشرائح، وكان للنساء حصة كبيرة بالمكتبة. لا تخف عنوان كتابها الأول عالجت فيه هواجس الصراع مع الخوف في الثورة. ألفت رواية وثلاثة كتب خلال الحصار في حي الوعر. سعت إيمان من خلال الكتابة لتقييد خواطرها وتوثيق اللحظات الأولى لثورة الياسمين كما تبدو في عيونها، وحكاية بطولات أبناء العدية زمن السلمية. اخترت الكتابة بالثورة، اخترت الكتابة بقلب الحصار لحتى أوصل بعض المعلومات وبعض التوثيقات وبعض المشاعر وبعض المواقف اللي ممكن ما حدا يعيشهم من هلأ لبعد حقبة زمنية طويلة. مع التهجير الذي تعرض له أهالي الوعر أواخر 2016، أصرت إيمان على اصطحاب مكتبتها واستأنفت نشاطاتها في مدينة الباب لتبدأ فصلا جديدا من مسيرتها في الكتابة ونشر الوعي، رافعة شعار عقول تبني وأمة تنهض في مؤسستها قيم. طالما نحن عم نعيش التجربة فهي تستحق أن تكتب وتستحق أن تؤرخ، إضافة لشغلة كتير مهمة أنه هي ثورتنا العظيمة تستحق أنه كلياتنا نهتم فيها وكلياتنا نحاول نشتغلها بأي شيء نحن بنمتلكه من أدوات. أهدافنا أنه نحن نطور الإنسان بطريقة مميزة، نحن نحافظ على الثورة. من تحت القصف والحصار إلى التهجير وفراق الديار، تؤكد إيمان على أن الكلمة لا تقل تأثيرا عن السلاح في مواجهة المستبدين، ولتثبت أن القضية المحقة والفكرة السامية لا تحول دونها حدود ولا تنحصر بأمكن. وفي ختام نشرة المنتصف لقناة حلب اليوم، نذكركم مشاهدينا الكرام ببرنامج ثنايا الخبر الذي يأتيكم عند الساعة الخامسة بتوقيت سوريا مع الزميل عمار الشاعر، وستتحدث هذه الحلقة عن آخر تطورات الغوطة الشرقية. طبعا لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب today tv.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.